تعثرت وفاء الكيلاني على الهواء مباشرة أكثر من مرة، وظهر ارتباكها في عدد من المواقف، وتساءل الجمهور عن سبب هذه المشكلات التقنية التي تعرضت لها، فيما لم يعلم الكثيرين ما لاقته قبل الحفل مباشرة. سقطت وفاء الكيلاني على إحدى السلالم أثناء التقاط جلسة تصوير خاصة بها قبل بدء الحفل، ما تسبب في معاناتها بسبب الحذاء الذي ترتديه والفستان الطويل، كما عبرت بنفسها مازحة على المسرح.